جائزة نوبل هي مجموعة من الجوائز الدولية السنوية الممنوحة في عدة فئات من قبل مؤسسات سويدية ونرويجية تقديراً للإنجازات الأكاديمية أو الثقافية أو العلمية والأدبية. والأب الروحي لهذه الجائزة جائزة نوبل هو الصناعي السويدي ومخترع الديناميت ألفريد نوبل. ومؤخراً رشحت الروائية العراقية إنعام كجاجي لنيل جائزة نوبل للآداب لعام 2022، وجرى ذلك خلال مؤتمر أقامته منظمة سيفينسكا بين في العاصمة السويدية ستوكهولم، تصويتاً على ترشيح 3 شخصيات أدبية وهم إنعام كجاجي والشاعر السوري سليم بركات والروائية الأمريكية الهايتية إدويدج دانتيكات، لتفوز الأديبة العراقية بأكثر الأصوات ثم رشحت. ولدت إنعام كجاجي في بغداد عام 1952 ودرست الصحافة في جامعة العاصمة بغداد وعملت في هذا المجال قبل أن تنتقل إلى فرنسا لإكمال أطروحة الدكتوراه في جامعة السوربون، وهي تقيم في باريس حاليا وتعمل كمراسلة لجريدة الشرق الأوسط الصادرة من لندن ومجلة كل الأسرة في الشارقة الإماراتية. ولكجاجي العديد من الروايات الأدبية وكتب السير الذاتية، وأيضا نشرت كتابا عنوانه لورنا حول المراسلة البريطانية لورنا هيلز التي كانت متزوجة من النحات والرسام العراقي جواد سليم مصمم نصب الحرية في بغداد. ومن روايات إنعام كجاجي أيضا والمعروفة عربيا النبيذة والحفيدة وسواقي القلوب، وهي عادة ما تتناول مسائل المهاجرين والأقليات الدينية في رواياتها. هذا الخبر الذي تداولته منصات التواصل حتى تم انتشاره بشكل كبير، وأيضا هناك هاشتاغ إنعام كجاجي على تويتر وهاشتاغ نوبل 2022. طبعا هذا الخبر لاقى ردود أفعال إيجابية وتعليقات كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها. والبداية مع نور العنزي، تقول نور في تعليقها: بفرح غامر أزف إليكم خبر ترشيح الروائية العراقية إنعام كجاجي لنيل جائزة نوبل للآداب العام لعام 2022. لا تسعني الفرحة أن هنالك امرأة روائية عراقية ترشح لنيل هذه الجائزة. تعليق آخر أيضا من حامد الجبوري: إنعام كجاجي المولودة في بغداد والتي تنحدر عائلتها من مسيحيي الموصل الكلدان هي صحفية بالدرجة الأولى، أما كروائية فرواياتها قليلة، رغم أني أتمنى ذلك لكني لا أعتقد أن الخبر دقيق. هو يشكك. تعليق آخر من جمانة ممتاز تقول: إن صح خبر ترشيح الروائية والصحفية إنعام كجاجي لجائزة نوبل للآداب فهذا واحد من أجمل الأخبار التي قرأتها لسنة 2021. إيقونة أدبية وهي وجه العراق المشرق، كاتبة محترفة وعقلية ثرية وسيدة الحرف، يستحق العراق أن يفوز بإبداع الدكتورة إنعام. أيضا هناك تعليق من درج: على رغم استقرار الروائية العراقية إنعام كجاجي في فرنسا، إلا أن ذلك لم يمنعها من استحضار شخصيات رواياتها وقصصهم من بلدها. الحروب التي شهدها العراق هي التي دافعتها كي تصبح روائيا، إذ كان لابد لها من إطلاق صرختها كي يسمعها العالم كله، وفق ما قالته في إحدى مقابلاتها. أيضا هناك تعليق من بلو يقول في تعليقه: إن شاء الله يكون الخبر صحيح وتترشح السيدة إنعام كجاجي، نريد فرحة تعم قلوبنا وفخرا يملأ الصدر اعتزازا بالمثقفين العراقيين. وأيضا تعليق من مؤمن الوزان: انتشر هذا الخبر بترشيح الكاتبة العراقية إنعام كجاجي لجائزة نوبل في الأدب سنة 2022 في الحسابات العراقية انتشار النار في الهشيم. ترشيحات النوبل في الأدب سرية لا علنية، ولا أحد يعلم كيف يجري الترشيح، والأسماء تبقى مجهولة ولا يكشف عنها إلا بعد سنوات.